بقيت بستنى ميعاد الحلقة علشان نتجمع مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. خلاص المدارس قربت، اكيد كلكم نزلتوا جبتوا حاجة المدرسة، الباك، التولز كلها. عايزين بقى نأهل نفسنا شوية في المذاكرة علشان خاطر لما المدرسة تبتدي ما نبقاش احنا ايه اتنشن قوي يعني وستريس جامد. عايزين نبقى ريلاكس خالص. هنبتدي بمذاكرة واحدة واحدة، ونسيبها على ربنا بقى ان شاء الله. يلا يلا نبدأ. يلا اول حاجة اتفقنا بنحلها الهوم وورك. كان عندنا ري ارينج وكمبليت. اول حاجة هنحلها الري ارينج. كنا بادئين ايز شي هو، بنبتدي اللي تحتيه خط هتبقى هو، بيجي وراها الايز شي. All they have are، يبقى have. All are they. Am I nice، يبقى are. Am nice. How she is old، how. Sorry كتبها غلط، يبقى هاو. اول از شي. الكمبليت، اول سؤال هو سبيس شي، يبقى شي طبعا بتاخد مين؟ از. هاو سبيس ار ذي، يبقى هاو اولد ار ذي. وات this طبعا singular، يبقى تاخد is. what is this، what is your name. اتمنى تكونوا كلكم حليتوا الهوم ورك صح. مش عايزين بقى نغلط تاني. يلا نبدا درسنا الجديد. هناخد قاعده سهله جدا يعتبر واخدينها قبل كده، بس النهارده عايزين نعمل استرس على حاجات معينه فيها علشان نفهمها اكتر، وهي ازاي بنحول how to change to plural، بس مش على الناونز او مش على الاسماء. احنا النهارده عايزين نعرف السبجكت بروناونز ايه البلورال بتاعهم. دول السبجكت بروناونز السنجولر، دول المفرد. لما نيجي نحولهم لجمع، يعني انا، لما نيجي نقول احنا هتبقى وي. هعرفكم انا ليه بشرح دي النهارده. هي لما بنيجي نحولها للجمع بدل ما بقول هي هو هتبقى ذي هم. شي بدل ما هقول هي واحده بس برضو ذي بتيجي مع الجمع، مع شي، جمع الشي. يعني انا هنا الشي عندي بنت واحده، هنا لو عندي two girls هجمعهم بذي. البوي لو عندي هنا بوي واحد اقول عليه هي. لو two boys او three more than one هقول عليهم they. طيب الات برضو جمعها they، يبقى الهي والشي والات دول اصلا عاملين كده مجموعة، يعني صحاب كده، ما بيفترقوش عن بعض خالص، على طول لازقين في بعض هي وشي وايه. حتى في القواعد اللي هنشرحها بعد كده هنلاقي ان الهي والشي والايد دول دايما جروب كده مع بعض. الهي والشي والايد جمعهم زي، يعني الايد مثلا لو رسمنا وان كات هقول عليها ايد، لو رسمنا تو كات جمعهم هقول عليهم زي في البلورال. مفيش فرق بقى بين العاقل وغير العاقل. غير العاقل والعاقل كلهم بيتجمعوا بذي، كلهم بيتجمعوا بذي. طيب عايزين نعرف انا شرحت القاعده دي ليه، لان في دايما سؤال بيجي لنا مثلا يبقى مكتوب ايه. it is a dog، ويجيب لي بين قوسين كده في الريرايت. والريرايت ده غالبا لسنه ثالثه، بس احنا برضو لازم في برايمري 1 و 2 نبقى عارفين
ان بلورال لازم، لان احنا لو ما عرفناهوش واحنا صغيرين هيبقى صعب علينا لما نكبر. يجي يقول لي رايت دوجز. طيب بنبص كده على الجمله، ايه الفرق بين الجمله والورد اللي هو عايزني اكتبها؟ هنا عندي ادوج وهنا عندي دوجز. طيب يبقى هنشيل الادوج اللي هو عايزها، اللي هو مش عايزها، وهنحط مكانها دوجز. بس عرفنا ان دوجز دي ايه؟ فيها اس. فاكرين الاس بتاعت الايه؟ الاس بتاعت البلورال بتاعت الجمع. يبقى هو عايز الجمله جمع. طب ايت دي ما ينفعش تيجي مع الجمع. طب الايت جمعها ايه؟ البلورال بتاعها ايه؟ زي. يبقى زي. الايز جمعها ايه؟ ار. يبقى زي ار دوجز. اوكي هيجي يقول لي شي از ا جيرل، ويقول لي they. السبجكت بروناونز لما يطلب مني واحد منهم ما ينفعش احط الاثنين مع بعض، ما يحط واحد من الاثنين الا لو في اند، دي حاجه تانية. طلب مني زي يبقى هشيل الشي. هو كده عايز البلورال، الشي جمعها الزي، البلورال بتاعها الزي. زي طبعا ما بتاخدش از، بتاخد ار. الايه والان ما لهمش بلورال، بيتحذفوا خالص. جيرل جمعها جيرل. اوكي طيب ما يقول لي هي از ا بوي، وعايز ار. احنا كده جربنا انه يجيب لنا انه يطلب بلورال في جميع اجزاء الجمله. مره طلب في الدوجز يعني في الاسم جمعهولي، مره طلب في السبجكت بروناونز جمعهولي، مره طلب في الام والاس والار، وطلب مني الار يعني الجمع، ار ما بتجيش غير مع الجمع. يبقى لما نيجي نجمع خلاص عرفنا الهي جمعها زي، الاس بتبقى ار. ابوي نشيل الاي، بويز يبقى they are boys. حلقة سهلة وبسيطة، مهمة جدا، لازم نعرف. يهمني جدا ان احنا نعرف ان الهي والشي والإيد التلاتة جمعهم they، الإيد الجمع بتاعها are. دلوقتي هنشوف العكس، يعني how to change from plural to singular، ازاي هنحول المرة دي من الجمع للمفرد. هي بسيطة جدا. لما يقولي they are girls، they are pens، they are boys. ويجي هنا يطلب مني she، هنا يطلب مني is، هنا يطلب مني بو ابو. اول حاجه بص على ال between the practice اللي بين القوسين واشوف هو عايز مني ايه. وهنا عايز مني الشي، الشي تيجي مكان الزي خلاص. شي، شي بتاخد ار؟ اكيد نو. يبقى هنشيل الار، شي بتاخد از، السينجولر بتاع الار هيبقى الاز. جيرلز السينجولر بتاعها بنشيل الاس، وطبعا قلنا اي ناون سينجولر لازم نحط قبليه الايه. الان الجي مش من الفاولز، يبقى هتاخد الاي. شي از ا جيرل، هنا عايز از، الاز هتيجي مكان مين؟ مكان الار. اوكي طيب از دي سينجولر، ينفع اقول از مع الزي؟ نو. طيب يبقى بص على اللي بعدها عشان اعرف احط هنا هي ولا شي ولا ات. بنس، بنس يعني ايه؟ بنس يعني قلم جاف. طيب المفرد بتاعه ايه؟ السينجولر بتاعه، شيل الاس، ا بن. طيب الابن ده ياخد هي ولا شي ولا ات؟ الابن ده غير عاقل، يبقى هياخد ات. يبقى بدل they are pens
عايز السيمولر بتاعها تبقى it is a pen. اوكي طالب مني a boy. a boy بدل boys. a boy. اوكي a boy singular. في singular بيجي مع ال r اكيد نو يبقى بيجي مع ال is. طيب البوي ده ياخد هي ولا شي ولا ايه؟ البوي ولد يبقى هياخد الشي. البوي ولد يبقى هياخد الهي. سوري البوي ولد يبقى هياخد الهي. اوكي وحان موعد الفونكس. النهارده هناخد الفونكس بتاع لتر. هما النهارده تو لترز الاس اتش. الاس اتش كده عايزاكم تقولوها ورايا. اس اتش اس اتش اس اتش. اوكي اخدنا حاجه بالش. اخدنا حاجه كده تفتكروا معايا. اخدنا هتقروها لي انتوا النهارده اهي. ال شي شي. طيب انذر وان لايك. تعالوا كده الاس اتش جت في اول الكلمه هتتنطق ش. جت في اخر الكلمه هتتنطق ش. زي في ش فيش في ش. فايده ان احنا نتعرف ونعرف الفونكس ان احنا نعرف بعد كده نقرا ونسبل لوحدنا. احنا مش هنفضل طول عمرنا نحفظ الكلمه زي ما هي. لازم نتعلم ازاي نقرا وازاي نسبل الكلمه. ناخد كلمه ثالثه فيها اس اتش لايك. شيب 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 اللي هو الخروف. يبقى شي فيش شيب. وجمعنا مع الفقرة الجديدة اللي ضفناها في حلقتنا وهي الدكشنري. والنهاردة هنحفظ الفقرة دي بسونج برضو بسيطة وظريفة وصغيرة لازم نحفظها علشان الحلقة الجاية ان شاء الله هنشرح عليها الكويستشن بتاع وير. فيلا يلا بينا مع بعض. on in under next to. on in under next to. on in under next to. وهنزود عليهم between. on يعني فوق. in يعني جوه او داخل. under يعني تحت. next to يعني جنب. between يعني في النص. هندخل between معهم في السونج بقى كده هتبقى حشرة نفسها شوية. يلا on in under next to between. on in under next to between. سهلة بسيطة. حصة جاية لازم تكونوا حافظينها معايا ان شاء الله. وجي معايا جملة النهاردة وهي جملة طويلة شوية بس هتفيدنا. هتفيدنا لما نيجي ناخد الدارج. هتفيدنا في حياتنا. هتفيدنا لما يجي اي تيتشر يقول لي present yourself. كل الجمل اللي اتعلمناها سواء what's your name, how old are you, how are you. وجملة النهاردة دي كلها جمل هتفيدنا في حياتنا. هتفيدنا في كلامنا. هتفيدنا لما نقابل واحد اجنبي في الشارع نحب نتكلم معاه. هي which grade are you in. which grade are you in. which grade يعني في اي مرحلة في اي صف تكون. which grade are you in. وخدوا بالكم من طريقة السؤال. من طريقة الاجابة بتبقى واحدة خلاص. بنشطب على رأس السؤال which grade. اتبقى عندي are you in. هنبدل are you تتحول ل I am. دي حاجة لسه ما شرحناهاش بس احنا يعني في السؤال ده تحفظوها بقى زي ما هي. which grade are you in. هيبقى I am in grade. وكل واحد فيكم يحط الجريد اللي هو فيها. grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6. which grade are you in. I am in grade. يلا بينا نكتب الهوم ورك بتاع حلقة النهاردة. يلا بينا. الهوم ورك النهاردة هيتقسم جزئين. change into
plural. It is at form. She is a girl. He is a boy. الجزئية الثانية من الهوم وورك هتبقى change into singular. They are bikes. They are sisters. They ممكن هنا نخليها they are my sisters. They are my brothers. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكون سهلة وبسيطة زي ما اتعودنا. ما ننساش اللايك للفيديو، شير، سبسكرايب للقناة، ونفعل الجرس. باي باي.